الولايات المتحدة الأمريكية. كريم، أعود إليك مرة أخرى، وكنت أسألك عن ملف العنصرية، تفضل استكمل الفكرة. بالفعل لما يبدو أن ملف العنصرية لا يتوقف في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشرت واحدة من القنوات في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي فيديو مسرب من جانب الشرطة بالمدينة، تعود تلك الحادثة تحديدا ليوم 21 من فبراير العام 2019، مر عليها أكثر من عام و 8 أشهر. نتحدث عن أن تلك الحادثة خاصة بالسيدة آن جانيت يونغ صاحبة 50 عاما، وهي أخصائية اجتماعية. اقتحم رجال الشرطة منزلها وحاولوا القبض عليها وهي عارية، وذلك من الرواية الخاصة بها تحدثت عن أنها كانت عائدة من عملها، وكانت في عملية تغيير ملابسها، ولم يعني بسبب اقتحام الشرطة لها لم تتدارك الأمر وترتدي ملابسها، وتبين في نهاية الأمر أن الشرطة مخطئة في العنوان الذي توجه إليه للقبض على أحد المشتبه بهم. تحديدا تلك الحادثة أثارت موجة شديدة من الانتقادات بالإعلام والصحافة الأمريكية، وربما تحدث عدد من مسؤولي مدينة شيكاغو عن أن تلك الحادثة تمثل حادثة هي مثل حادثة أخرى تمت على مدار العام الماضي في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، وتحديدا للفتاة بريونا تايلور، حيث قتلت في تلك الولاية على إثر حادثة مشابهة من اقتحام خاطئ لشقتها للقبض على أحد المشتبه بهم. وكانت يعني التظاهرات التي خرجت على مدار الفترة على مدار العام هذا العام ضد ملف العنصرية تحديدا ذكرت تلك الحادثة بجانب حادثة مقتل جورج فلويد في مينيابوليس. وبالتأكيد يعني يعتبر ملف العنصرية لما هو أحد أهم الملفات الشائكة في الولايات المتحدة التي يسعى إليها الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن لحلها، ربما لتقريب وجهات النظر، ربما للحد من عنف الشرطة تجاه أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة، خاصة وأن كل الإحصاءات تخرج أن عدد من يتم القبض عليهم من أصحاب البشرة السمراء هو أكثر كثيرا من أصحاب البشرة البيضاء. بما أنك ذكرت سياسات جو بايدن الجديدة كريم، من الواضح أن هناك الكثير من الدول التي تعلن انفتاحها بشكل أكبر للتعامل مع جو بايدن، ومن ضمنها التصريحات الأخيرة من وزير الخارجية الصيني، فما لديك من معلومات حول ذلك؟ كريم بشكرك، شكرا جزيلا. على أي حال من الواضح أن هناك مشكلة في الصوت. كريم يسري كان معنا عبر أو بالصوت والصورة من واشنطن الأمريكية.